كتير من صناع المحتوى بيسألني على الروابط الخارجية وإيه اللي هتضر القناة وهتفيد القناة إمتى. هقولك في الفيديو ده اليوتيوب بيسمح بأني روابط وبيمنع أني روابط وإيه المواقع اللي هي ممكن تساعدك في أن أنت تحول الروابط بتاعتك من روابط كبيرة لروابط صغيرة، وليها ميزة تانية أن أنت بتقدر تعرف كام واحد دخل على الرابط ده، وكمان ميزة كبيرة جدا لو أنت بتشير رابط فيديو عندك وديته مثلا لأصحابك على الفيسبوك أو على الواتساب، لما بيدخلوا على رابط اليوتيوب العادي بيطلب منهم تسجيل الدخول، وطبعا ناس كتيرة بتكبر دماغها وما بتعملش تسجيل دخول وبتبتدي ان هي ما تدخلش على الفيديو، ولكن بتحويل الرابط ده بيدخلهم على ابلكيشن اليوتيوب على طول اللي هو اصلا هيكون مسجل فيه، ومن هنا هيقدر يشوف الفيديو بكل سهولة وهيقدر كمان يعمل اشتراك بضغطة واحدة من غير ما يحتاج لتسجيل. فتعالوا نشوف سياسات الروابط الخارجية اللي بيحددها اليوتيوب. اول حاجة، اليوتيوب ما بيسمحش بمشاركة روابط تنقل المستخدمين او المشاهدين الى مواقع الكترونية بتخالف ارشادات المنتدى، وهنا دي كل الروابط اللي بتخالف ارشادات المنتدى. اول حاجة الروابط اللي بتنقل لمواد اباحية، والروابط اللي بتنقل لمواقع الكترونية او تطبيقات تثبيت برامج ضارة، يعني البرامج اللي بيكون عليها فيروسات او البرامج المدفوعة اللي بيكون ليها كراك. طبعا اليوتيوب بيمنع حاجة زي كده تماما، وممكن يديلك مخالفة على الفيديو ده. وحاجة كمان، روابط تنقل الى مواقع الكترونية او تطبيقات تمارس التصعيد الاحتيالي للحصول على بيانات التسجيل، يعني لو هيدخلك على موقع مثلا بيقول لك سجل بياناتك عشان تكسب حاجة معينة وانت ولا هتكسب ولا حاجة، بس هو بيحاول يجمع داتا عنك، فهنا برضو اليوتيوب بيمنع روابط زي كده. او روابط تنقل الى مواقع الكترونية تسعى لجمع التبرعات او تجنيد عناصر لمنظمات ارهابية، الكلام ده كله واضح وباين. او روابط تنقل الى مواقع الكترونية تحتوي على صور اعتداء جنسي على الاطفال، وخلي بالك برضو اليوتيوب بيمنع الكلام ده مش بس في الروابط الخارجية، بيمنعه كمان لو انت هتتكلم عنه او هتحطه في الوصف بتاع الفيديو او هتحط صور اعتداء جنسي على الاطفال في الصورة المصغرة بتاعت الفيديو بتاعك عشان تشد الناس ان هم يخش على الفيديو. كل الحاجات دي اليوتيوب بيمنعها وبينزل عليها مخالفات. وكمان الروابط اللي بتنقل لمواقع الكترونية تبيع سلعا تندرج ضمن ارشادات السلع الخاضعة للرقابة. ايه هي السلع الخاضعة للرقابة؟ ان مثلا مشروبات كحولية، مساندات واموال مزورة، مواد متفجرة، اعضاء بشرية، اسلحة نارية، كائنات حية مهددة بالانقراض، كل الكلام ده اليوتيوب بيمنعه خالص. نرجع تاني لسياسات الروابط، هنلاقي في روابط تنقل الى محتوى يخالف السياسات المتعلقة بالكراهية او التحرش، وروابط تنقل الى محتوى يشجع الاخرين على ارتكاب اعمال العنف، وطبعا الروابط اللي هي بتنقل معلومات خاطئة مثلا عن مرض معين زي الكوفيد 19، ده لو اتكلمت عنه منظمة الصحة المحلية او منظمة الصحة العالمية بمعلومات معينة وانت عملت معلومات تانية خاطئة، فهنا برضو اليوتيوب بيحذر من حاجة زي كده. حاجة اخيرة، وهي الروابط اللي بتنقلك لمواقع الكترونية بتتكلم عن حاجات تخص الديمقراطية والسياسة، فهنا اليوتيوب ما بيحبش الكلام في السياسة، وخصوصا لو هتأثر على مسيرة الديمقراطية من وجهة نظره هو. والسياسات دي كلها بتنطبق على الروابط سواء مكتوبة في وصف الفيديو او ان انت اتكلمت بيها في الفيديو صوت او حطيت صورة مثلا، او ان انت نوهت ليها بطريقة غير مباشرة، يعني مثلا قلت محمد جودة دوت، يعني قلتها بصوت، او حتى كتبتها كتابة الدوت بدلا ما تعملها نقطة كتبتها دي او تي عشان تتحايل على اليوتيوب، وهنا اليوتيوب بالخوارزميات بتاعته ما يقدرش ان هو يعرف ان ده عنوان، ولكن المشاهد لما يشوف اللينك ده بيقدر ان هو يحول الكلمة دي لدوت ويقدر برضو يخش على اللينك ده. اليوتيوب برضو بيقدر يحدد حاجة زي كده، ولو عرفها بينزل على القناة مخالفة وبيبعت لك رسالة إلكترونية بالمخالفة دي. وطبعا لو عملت الخطأ ده ونزل لك 3 مخالفات في أقل من 90 يوم، ده بيؤدي إلى غلق القناة نهائيا وما بتعرفش ترجعها تاني. فخلي بالك جدا من الروابط الخارجية والمخالفات اللي ممكن تيجي على القناة عندك. طب دي الروابط اللي اليوتيوب ما بيسمحش بيها. أما بالنسبة للروابط اللي اليوتيوب بيسمح بيها، فطبعا هي الروابط مثلا بتاعت الفيديوهات بتاعتك او السوشيال ميديا، لو انت مثلا عايز تشير صفحتك على الفيسبوك او على الانستجرام او تشير اي حاجة من السوشيال ميديا بتاعتك، الكلام ده كله متاح ومفيش فيه اي مشاكل. ولو نخش على القناة عندي على محتوى القناة، ندخل مثلا على اي فيديو، هتلاقي في وصف الفيديو انا حاطط لينكات او URL للفيديوهات كتيرة عشان تقدر ان انت تخش عليها بعد الفيديو اللي انت هتشوفه، ده طبعا بيزود المشاهدات في القناة ومفوش اي مشكلة. وممكن برضو تحط هنا URL بتاع الاشتراك في القناة
القناه بتاعتك بتحوله بطريقه معينه ان انت بتضيف له الجمله دي. طبعا انا كنت اتكلمت عنه في فيديو منفصل هتشوفه على القناه، والكلام ده كله والروابط دي ما فيهاش اي مشكله. وفي حاجه تانية، لو انت عاوز تشارك الروابط بتاعه الفيديوهات بتاعتك على اليوتيوب، طبعا دي ليها طريقه تانية، ان انت بتحولها الاول، تخش مثلا على سايت زي البيكسي وتدخل اللينك بتاع الفيديو بتاعك، يعني الفيديو بتاعك هنا مثلا اهو الرابط بتاعه، بتعمل نسخ الرابط وتدخل على بيكسي وتعمل هنا بيست، بعد كده وهنا بيحوله لك لرابط تاني، الرابط ده بتاخده نسخ تقول له كوبي اند كلوز. هنا انت لو عامل تسجيل على الموقع ده بتقدر من هنا تشوف الفيديو ده كام واحد ضغط على اللينك ده. يعني مثلا لو انت عامل سبونسر لبراند معين والبراند ده ليه لينك مخصص، فانت بتحول اللينك ده على الموقع ده بحيث ان انت تقدر تعرف كام واحد دخل على الموقع ده من خلالك انت. دي حاجة. تاني حاجة، لو انت شيرت اللينك بتاع الفيديو بتاعك من على اليوتيوب مباشرة، هنا لما بيجي اللي انت شيرت له الفيديو يضغط على اللينك ده بيطلب منه تسجيل الدخول. وطبعا دي حاجة معظم الناس بيكسل ان هو يعمل تسجيل الدخول عشان يشوف الفيديو، ولكن بالطريقة دي بيبتدي ان هو يدخله على الابليكيشن بتاع اليوتيوب على طول لو هو بيتفرج من على الموبايل، ومن هنا بيقدر ان هو يشاهد الفيديو ويعمل اشتراك بكل سهولة بدون ما يطلب منه تسجيل الدخول. ودي كانت كل حاجة عن الروابط الخارجية، سواء المسموح بيها او اللي مش مسموح بيها. ويا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالفيديو، واشترك بالقناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل الجرس عشان تشوف كل الفيديوهات الجديدة، واكتب لي في التعليقات لو عندك اي مشكلة او عندك اي استفسار، برد على كل التعليقات والاستفسارات. اشوفكم بخير في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.